المحكمة أمير أفضل الشاب المصري أحمد الجزاوي. المسمع بدايتها غدا يؤكد حزب الثورة أنه استقبل المزيد من الدهشة والأسف ما أصير بشأن وفد وزارة الخارجية تحمل نفقات الدفاع الموكل عن أحمد الجزاوي ونعتبر أن هذا التصريح بمثابة حزن في موضع الجد ينبغي معه مساءلة وزير الخارجية بتهمة الغفلة وعدم الإدراك وعدم تحمل مسؤولية موقعه. أن الشاب المصري أحمد الجزاوي وحتى هذه اللحظة هو شخص بريء أحاطت ملابسات واسعة حول ظروف لقاء القبض عليه ومحاكمته وما كان ينبغي لوزارة الخارجية أن تتخذ مثل هذا الموقف المؤذي في ظل الإنفاق السفهي الواسع الذي يتم داخل هذه الوزارة من دماء الشعب المصري وأموال دفاع الضرائب. ونؤكد أن حزب الثورة الذي سبق من رسائل الإبراهيم